صورة بالفعل بتحدث في الواجهة هذه، لأنه مش أول شخص عبر على استغرابه من العملية في حد ذاتها، لكن أنا كانت مسألة متصلة بالحقيقة. أنا بغيت نوصف الأمور من الأول. أنا رغم ما أعتبرش أنه العمل مع النظام السابق وفي وقت النظام السابق عمري ما اعتبرته التهمة. التهمة هي مخالفة القانون. أي واحد يخالف القانون، يعني مثلا تقاضى مال سرقة غير شرعية ولا خذارة شوى ولا كانت عنده فساد مالي ولا إداري ولا غيره، هذا أمر يتعدى على القضاء ويتحدى. فيما عدا ذلك، بين 87 و2011 ثم ناس قرأوا وناس خدموا وناس خذوا شهيد وناس تعينوا في بلايت وناس عرفت الجاب صغار، هذا كل مش نمحيه من تاريخ تونس، هذا مستحيل. مش هذا اللي قلقني، ما قلقنيش اعتبار المسألة تهمة. اللي قلقني هو الكذب، هو الكذب. لانه وين الكذب بالذات جوستمون الحكي اللي حكى على هذه تاع دورات تكوينيه؟ انا عمري في حياتي، علاش قلت تحديت السيد الرئيس المؤقت انه يثبت الكلام تاعه. انا عمري في حياتي ما عملت لا دورات تكوينيه لا تكلمت اصلا، خاطر كي تعمل دورات تكوينيه المفروض انه يتلوها فيما بعد تتكلم، مش تعمل دورات تكوينيه بتتكلم انت على الرئيس ولا تشكر ولا كذا. ما عملتش هالعمليه دي، ما كنتش اقوم بها، كنت نظهر انا في التلفزه لشكر الرئيس ولا لمدح ولا ابدا، ولا في الجرايد عنديش مقالات كما الناس اللي مقدمين الكتاب هذا واللي يحكيوا عليه ابدا. ونرجع ونقول ما هيش تهمه في حد ذاتها المقالات، انا ابحث عن الصدق. والكلمه اللي عملوا بها بيرز كبير هي بارتي من الستاتيوت طويل اللي هي بن علي ارجل من المرزوق، هذه كلمه واضحه ونتحمل مسؤوليتها وعندي عليها حجج، لانه بن علي عمره ما ادعى انه من مدافعين حقوق الانسان، لم يدعي ذلك يوما، ما كانش حقوقي بن علي. طيب شنو نزيف التاريخ؟ عمره ما قال انا حقوقي، لا كان عنده علاقه لا برابط حقوق الانسان، لا كان رئيس الرابطه ما الى ذلك. اما ان ياتي شخص يدعي انه حقوقي وفي وقته هو هذا الحقوقي هانة البلاد وعلى سقوط رموز الدولة، إقالة سفير ماهوش موجود، وعلى أشياء ما يوضحها كما ينبغي نزار البهلول في كتابه مونتي ديفين. بغض النظر على هذا الكل، أنت بحقوقي أول مبادئ هالحقوقي هو أن كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته. يولي كل إنسان مدان اصلا بتهمه غير موجوده في القانون، فمش تهمه في القانون تقول الانسان يدخل الحبس على خاطر اكتب خطاب يشكر فيه في الرئيس ولا في مرت الرئيس. على حد علمي يعني كل انسان مدان حتى تثبت براءته. يعني من غير المعقول، خاصه انك توصل الامر الى اتهام اشخاص لا ناقه لهم ولا جمل في المساله. ونعاود ونقول راني مانيش، لو كان كنت كتبت مقالات والا عمل دورات تكوينيه ارفع راسي ونقول عمل دورات تكوينيه ولكن ألفا يوسف ما تنفيش انك مشيت لرئاسه الجمهوريه ولقيت يعني محاضرات محاضره واحده مش محاضرات محاضره واحده كما المرزوقي عيط لبرشا كتاب وعملوا محاضرات علميه في القصر وثقافيه من تونس ومن خارج تونس. عملت محاضره على المراه وقيام الجمهوريه واعتز بهذه المحاضره مكتوبه الى الان، وان شاء الله بقدره ربي سانشرها يوما ما، على خاطر المحاضره تحكي على تطور حقوق المراه في تونس وما عندها حتى علاقه بال يعني هي محاضره تحكي على الموضوع هذا المراه وقيام الجمهوريه. ومش كان قصر، قداش من مره احنا الجماعين استدعاونا في التجمع ومشينا للتجمع وعملنا محاضرات على الطاهر الحداد وعلى الثقافه التونسيه وعلى الحركه الاصلاحيه. اخي هذا باش نقول ما مشيتش، اما باش نقول عمل دورات تكوينيه ولا خديت من ليم بخلاف الشهريه نتاعي، من ليم واحد من اي شخص بخلاف الشهريه نتاعي، اتحدى اي انسان وانا مستعده ان اتخلى عن اي كلمه معناها في المجال العام، لو كان يثبت السيد الرئيس ومن معه من الكاذبين اني نهار عملت دورة تكوينية من هالنوع وإلا خديت فرنك في حياتي مانيش معنا خارج الشهرية متاعي والعمل متاعي اللي قمت بيه، نتحداهم الكل. ألفا يوسف يقولوا اللي أنت كي كنت مديرة المكتبة الوطنية كان هذا نوع من الهدية لألفا يوسف، هذا شي يقولوا بعض الناس. ألفا يوسف تحتاج الهدية، سمحني أنا كي مشيت خسارة ما نحبش نتكلم الكلام هذايا، ما يلا غالب يلزوك باش تقولوا. أنا وقت اللي مشيت قابلت سيرة وفي الباستي الله يذكره بالخير وزير الثقافة وقتها حكاية المكتبة الوطنية، أنا كنت مديرة في درمش في المعهد العالي لإثارات الطفولة، وأصلا ما كنتش راغبة فيها المكتبة الوطنية، خاطر نعرف فيها برشا مشاكل إدارية وإلى الآن ما عندها شوية مشاكل، يعني مؤسسة صعيبة شوية. ألفا يوسف وقتها ديجا عندها اسمها معروفة، كان
كاتبة معروفة على الصعيد العربي وحتى على الصعيد العالمي، وندوات اللي شاركت فيها والمحاضرات اللي شاركت فيها والمكتبة الوطنية تعرفت بألفة يوسف، سامحني مش العكس، كنت تواضع. ولهذا شنو الهدية اللي خذيتها؟ كنت خرجت منها المكتبة الوطنية وقتها لقيت ثم مشاكل وبدأت يعني خاصة بعد ما يسمى ثورة، بدأت ثم عاد عجزي أنا على تسير الإدارة كما ينبغي. أنا رحلت ورحلت بإرادتي خلافا للإشاعات اللي يقولوا أنه طردوني وإلا قالوا لي دجاج والناس مجال مازالوا حيين في المكتبة الوطنية. أنا واحدة من الناس شبعت بالإشاعات وده ما قلقنيش، لكن اللي قلقني أنه البلاد لا يزي احنا تو نحاول نلقاو في وفاق يبدو مستحيل انه يكاد يتحاول مستحيل، يجي الرئيس يعني المفروض أن يكون رئيس كل التونسيين، المفروض أن يحاول يقرب وجهات النظر ليعمل فرقعة إعلامية الهدف منها التفريق مرة أخرى بين التونسيين، الهدف منها جعل البعض مواطنين من الدرجة الثانية وإلا تأليب البعض ضد البعض، كان هو برسك حاجة تدخل تحت طائرة القانون، كانوا حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، ايش معناها يعني؟ وخاصة كما قلت لك كي تأتي من حقوقي زائف يعرف جيدا أن القضاء هو المجال الوحيد لمحاسبة الناس ويفتح الباب لمحاكم التفتيش، يعني نقبل محاكم التفتيش من منتمين للتيار الإسلامي لأنه هذاك واضحين، طار بن قوسين قدرهم أكثر برشا من قدر الرئيس المؤقت لأنه هما واضحين محاكم التفتيش وتطبيق الشريعة هما اللي قرروا شكون الكافر وشكون المسلم، هذاك تصورهم وهذاك منظومتهم وهذاك علاش نحارب فيهم من قبل ولليوم. بينما هو وهذا شنو مقصود بها كلمة أرجل، هذا الوضوح. رغم اللي ألفة يوسف برشا مواقع اجتماعية وبرشا ناس قالوا اللي ألفة يوسف دخلت في هستيريا كبيرة برشا، وكأنه الهستيريا هذه تبين اللي هي عندها برشا ملام على روحها، حتى أنه أم زياد كتبت على صفحتها الرسمية قالت لك لي كنت بن علي لا يموت للرجولة بأية صلة. يعني تفضل أولا هذه كلمة هستيريا، ما معنى هستيريا؟ انا نكتب مش اول مره نكتب بالفيولونس هذه، انا يعرفوني نكتب وقتها نكتب فيولونس شنو في هيستيري. ام زياد هي حره باش تعتبر انه بن علي لا يموت للرجوله بسيله، وانا حره باش نعتبر انه بن علي ارجل من المرزوقي، انا ما قلتش هو يمثل الرجوله، قلت هو ارجل من المرزوقي ويتحمل مسؤوليتي لانه في وقت بن علي ما كانش ثم قاعده عسكريه في كيف. يعني شد في الكلمه نتاعك الفيس، انا عندي حجج على هذا، قلت لك علاش ما كانش ثم قاعده عسكريه في تونس امريكيه اجنبيه في أرض تونسية، ما كانش تم ادعاء من أنه مساند لحقوق الإنسان وكان تم جابر الماجر المسكين الذي يقبع في السجن اليوم لمجرد فكرة ورأي، ما كانش تم إنسان يدعو إلى العصيان المدني في الجزيرة ومن بعد يجي يتهم ويؤلب الآخرين على من يدعون اليوم إلى العصيان المدني ويعيط لهم للمحاكمة والمقاضاة كما ستطهر بن حسين. بن علي كان كويرو مع روحه، وهذا معنى الرجولة في المجتمع متاعنا، قلت فلان راجل يعني واضح يتحمل مسؤولية الأخطاء متاعه ومواقفه يسكبوا، عمري ما قلت بن علي ملك والستاتيو متاعي مش على بن علي، أما أنا أعتقد أنه مشكلتنا كان في تونس أنه نعتبر أن الإنسان يا إما شر كله وإلا خير كله. بن علي عشنا معاه في تونس، تقول بن علي ما كل شخص بن علي قضاة تخدموا أطباء ومهندسين ودولة كاملة قائمة على ساقيها، والدليل أنهم توا في الحوار الوطني عيطوا للناس اللي خدموا مع بن علي، أخي زبيدي مع شكون خدم؟ مع شكون خدم مش مختلفش مع بن علي؟ وغيره من الأسماء تروح على نور الجبيني مع شكون خدم كفاءات كبيرة؟ مش خدم مع بن علي يعني لحس البن علي سامحني في هالكلام اللي ولينا نستعملوا فيه، خدم الدولة التونسية اللي كانت دولة. بن علي الخطأ بتاعه أنه ما عرفش يسلم في آخر التسعينات، ما عرفش يمشي بالضبط كما بورقيبة اللي نحبوه نموتوا عليه، أنا واحدة من الناس أعتبر روحي بنت بورقيبة خاطر قريت في وقته، لكن بورقيبة الخطأ بتاعه زاد ما عرفش يسلم، ولسوء الحظ هذا الثالث الذي ابتلانا الله به هو أيضا ما يحبش يسلم. يعني في نهاية الأمر المشكل ماهوش أن نقولوا واحد خارق للعادة والآخر خايب، لا، بلادنا كان فيها أخطاء كبيرة جدا، لكنها كانت دولة معترفا بها بين الأمم، كانت رأسها مرفوع، ما كانش وسط قواعد أجنبية، كان الناس فيها على الأقل ثم فقر وميزيريا، لكن مش كما اليوم الفقر والميزيريا، ما كانوش الناس يكرهوا بعضهم وثم هالكرة، ما كانش ثم ناس تشتموا واختيالات في وقت بن علي ما صارتهم اختيالات. ألفة يوسف ما يلام عليك من بعض الناس أنك جامعية يعني في مستوى ودكتورة يعني المستوى متاعك نزل هبط شوية، ذاش قالوا ناس ما كناش نتوقعوا من ألفة يوسف أنها تنزل المستوى هذايا، فما شكون ساندك في موقفك؟ هما اللي ضد رئاسة الجمهورية وضد سيد مصطفى المرزوقي وضد الكتاب هذايا، أما فما شكون ما لقالك حتى مبرر وقال أنه ألفة يوسف يعني دخلت في المتاهات ودخلت في التحاليل السياسية اللي هي ما عندهاش علاقة بها وخرجت من الميدان اختصاصها؟
شوف انا مواطن تونسي من حقش نتكلم في الشان العام، انا ما دعيت حد شيء، كيما جامعي طبيب خضار نجار حداد اي واحد يجي يتكلم في الشان العام. اولا ثانيا ثم تحب نفلسفوها شويه بالاكاديمي راه نجم نفلسفها، هذا ينزل وطلع ما عنده حتى معنى. الكتابه هي صدق بالنسبه الي، فماش هذا التصورات النبيله كسرها بارك يا با دو 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 سافوار نوبل، وتو بقدر تربي الكتاب الجاي نتاعي اللي قريب يخرج ان شاء الله ماشي باش تفيد نفس الضجه، ما فماش حاجات فيها نزول وصعود، ثم وصف لواقع، ثم لغه بالنسبه ليا عبرت على الاحساس اللي انا مقتنعه به ونحس به وقتها. بطبيعه ما نطلبش من الناس الكل باش يعجبهم اللي كتبته، هم احرار اصلا ما كتبتوش باش يعجبهم، كتبته للتاريخ وكتبته متحديه هذا الرجل، وكله بكل بساطه يا سيدي تفضل أنا أتحداك أن تثبت أنت أو جماعتك أني يوما تلقيت ولو مليم فرنك واحد في هذا الإطار، أتهوى أن تثبت يوم أنت أو جماعتك أني يوم أخللت بالإدارة ولا عملت فساد إداري. مش وقتها باش نحكي على التليفونات اللي كانت تجيني باش ننجح حاباتي دي كونكور اللي كنت نقول لا، وقداش المرة كنت باش نستقيل، وهذا فما ناس حيين نجم يشهدوا بي. طب أنا مش نلمع في صورتي، أنا ما يهمنيش، أنا مش جديد راه بعد حياة مسلمة الكلام اللي سمعته وما زلت نسمع فيه. كل هذه مشكلتي مش أنه تعجب الفلوس في الناس، فكانش مانيش نعمل في السياسة، أنا صغير أنا اللي ميت الانتخابات، أنا ما نشبه الديمقراطية مع الجهلة وقولها هذه، وهذا زاد شوك لي جون. لا لا الديمقراطية اللي تجي على الدبابات الامريكيه كما صار في العراق وكما عملوا في تونس وفي ليبيا ب 50,000 روح وكما حبوا يعملوا في سوريا، انا ما حاجتش بها. انا كما فولتير نما من ديكتاتور اكليري ونتحمل مسؤوليتي، ومن حق المواطنه التونسيه باش نتكلم، اللي عجبوا عجبوا واللي ما عجبوش ما يقراليش واللي مش يكتب حاجه اخرى. نحترم ام زياد في رايها لاني مراه فاضله ومراه طيبه برشا ومراه راقيه برشا، هي حره باش تقرا كما تحب هي، وانا حره وغدوه نقابلها ونبوسها منها ومنها لانها مراه تعبر على رايها فقط، ما تتهمش في الناس وما هيش قاعده لا تعنف فيهم ولا تدعو الى اغتيالهم. انا امراه نمشي عندي 3 شهور توا تحت حمايه لاصقه في ظل رئاسه جمهوريه حقوقيه.